السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. أنا إن شاء الله نتكلم على موضوع ديال كيفية الإجهاض، يعني كيف تتم عملية الإجهاض عند الأناني. إذن قبل ما نتكلم على يعني الطريقة كيفاش كتدير العملية ديال الإجهاض، نتكلم على يعني الأسباب. ديما كنتكلم في الفيديوهات ديالي على الأنثى أنها خاصة تلقح، يعني تتبلغ، ويعني ماشي نشوفوا غير الكادر ديالها ونقولوا باللي راها كبيره، وانما خصنا نكونوا حاسبين لها 5 شهور. ملي نشوفوا عندها 5 شهور سمو غادي نديروا، غادي نعطيوها الارنب يعني الذكر، وغادي نشوفوا يعني الولاده الاولى ديالها. هي كل شيء التربيه ديال الارنب كتتعلق بالولاده الاولى. اذا كانت الانثى يعني مزيانه في الولاده ديالها، هذيك هي اللي كنقولوا عليها ام حنون، يعني ممكن انها تستمر معنا. الا شفتوها ما يعني كاين فيها المشاكل، من الاحسن تقوموا بعمليه الاستبعاد، يعني استبعدوها على القطيع. ممكن انها تباع يعني بالكيلو، او يعني ما تخليوهاش عندكم. دابا نشوفوا كيفاش العمليه ديال 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 يعني الاجهاض كيفاش كتتم. يعني هذا الشيء راه جاني في واحد الكومونتير، انا كنحاول يعني كاع لي كومونتير نبلورهم ونديرهم على شكل افكار وشكل مواضيع. اذا الحاله الاولى هي سمو هي كتكون الدم. يعني بحال دابا هذا الباش اللي راني دايرو انايا، علاش دايرو؟ هو مزيان الفضلات، تجميع الفضلات يعني في واحد الاناء واحد، ولكن في نفس الوقت راني من الصباح الصباح كنراقب الا كاين شي دم تحت الـ 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 تحت من الكاج. بحال هذا الانثى هذه راه كانت حامله وراها اجهضت. يعني اول حاجه دارتها انتم كما كتشوفوا راه كاين واحد الدم راه كاين تمايا، الا كيبان لكم اللون احمر. قبل بواحد سيمانه رمات واحد الدم، هذاك الدم انا خليته يعني تعمدت انني نخليه باش نوريه لكم. منين يعني فات ماشي سيمانه، يعني بالضبط 5 ايام. 5 ايام انتم لاحظوا انها سمو كانت دايره، راه كانت ناتفه ها هي، ولكن نتفت غير شويه. منين نط في الصباح لقيتها رمات هذوك الصغار ديالها. يعني الخطا اللي غادي نهضروا عليه في هذه الحلقه، وهو انني يعني اعطيتها للذكر، وكنت كنقول بلي راها ما حاملاش، وعطيتها له مره اخرى، يعني تزوجت جوج مرات. يعني من بعد جوج سيمانات عطيتها للذكر مره اخرى. لاحظت انني بديت كنحسب هذاك العدد ديال الصغار اللي رماتهم يعني تحت السلك، لقيتهم بعدا بزاف، ممكن يكونوا شي 16. يعني راه هذه راه جوج ولادات، يعني رمات الاولين وكبروا في كرشه الثانيين. يعني وباش تاكدت ان هذه العمليه ديال الاجهاض يعني تمت بواحد الطريقه يعني فيها جوج ولادات، وهو ان الحجم ديال الصغار انا مبغيش نوريه لكم لان كان واحد المنظر ما كيعجبنيش نوريه في المشاهدين ديالي. المهم انا نتفت قبل من الوقت، انتم كما كتشوفوا راه نتفت، ولكن رمات هذوك الصغار ديالها. منين رماتهم كاين واحد في حجم حمصه مثلا، كاين واحد في حجم بلوطه، وكاين اللي كبارين يعني يعني باينين انهم كبارين، يعني هذوك هما اللي خصهم يتولدوا. هي الخطا اللي درت، وهو انني ملي قمت مع عمليه الجص قلت بلي بحال عمليه الجص جات خاطئه، ما عرفتش بلي راه كانوا فيها الصغار. ما العمليه الجص هذاك النهار ما عرفتش كيفاش تفلتت. المهم كانت خاطئه. مني عطيتها للذكر ولات حامله مره اخرى، وما رماتش هذيك الصغار، خلاتهم في كرشها. يعني كبروا صغار فوق صغار. يعني هذا راه موضوع راه مهم بزاف. حاولوا انكم العمليه ديال 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 التزاوج منين تكون، حسبوا واحد جوج سيمانات. السيمانه الاولى اللي كيعرف يدير الجص معليش يدير العمليه الجص، ولكن ما يتكيش بزاف باش ما ياديش هذوك الصغار. من بعد يعني في السيمانه الثانيه ممكن انكم ديروا الجص عادي ماشي مشكل، ولكن الا مشيتوا تخطاتوا بحال الطريقه اللي درت انايا، انني خطات
يعني الصغار كانوا في الكرش وزدت فوق من زاد فوق منهم سائل ملاوي ولات ولاده فوق ولاده منين كبروا الصغار وكبروا مره اخرى صغار اخرين وقع انها دارت العمليه ديال الاجهاض حاولوا انكم هذه الفكره هذه تمعنوا فيها مزيان ما خصهاش تكون يعني ولاده فوق ولاده الا كانت الصغار باقيين عاد كيكبروا في الكرش وزدتوهم عاوتاني يعني تلقيح اخرى يعني الام زادت تلقحت مره اخرى كونوا متاكدين ان غادي يوقع لكم هذا المشكل هذا ان انتم تشوفوا راه ناتفه ولكن تلفت مسكينه ما عرفت تعتني ترمي الصغار اللي عاد كيكبروا ما عرفت تولد الصغار اللي راهم كبارين في كرشه يعني تقريبا قلت لكم ما كاين شي 13 14 اللي رمات يعني كاين اللي في حجم حمصه يعني الحجم ديالها كاين اللي حجم الزيتونه كاين اللي في حجم البلوطه يعني رمات هي كلشي في خطره هذوك راه ما يمكنش يكون واحد في حجم حمصه وواحد في حجم بلوطه يعني راه كاين جوج ديال الولادات صافي تما ولات عمليه اجهاض يعني خطا ديال المربي وليس خطا ديال الانثى اذا دعيو معايا انني مره اخرى عاوتاني نزوجها ان شاء الله ويكون الخير ان شاء الله الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا تكيو على زر الجرس كيصيكم الجديد ديالي ان شاء الله وتكيو على زر جيم باش تساندوني الى اللقاء في الحلقه المقبله.